تشارك وزارة السياحة بعد غد الاثنين في فعاليات معرض سوق السفر العربي في نسخته 22 تحت شعار سفر العائلة المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي مشاركة السلطنة للتأكيد على مكانتها كوجهة سياحية إقليمية وعالمية في المنطقة. أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية فبراير الفائت بلغ نحو 34 ألف جيجا وات، بنسبة زيادة عن العام 2014 مقدارها أكثر من 18%. باشرت لجنة رسمية تونسية في مدينة البيضاء الليبية اليوم التحقيق في مصير صحفيين تونسيين فقدا في ليبيا منذ أشهر، في حين أعلن موقوفون أنهما قتلا. أعلنت وزارة الداخلية في الكونغو حظرها لارتداء نقاب في الأماكن العامة تجنبا للأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن، بعدما أكد شهود أن غير المسلمين يختبئون وراء النقاب لارتكاب أعمال منافية للحشمة والاستقرار. أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم أن فلسطين ستسعى إلى طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خلال مؤتمر الفيفا هذا الشهر.